إنه مصاب بمرض الروماتيزم ولا يستطيع الحركة من فراشه ولا القيام ولا القعود، ويسأل حينئذ عن كيفية الصلاة الصالحة، هل تسقط عنه حاله ما ذكر أم تنصحونه بطريقة معينة يؤدي فيها الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. خلاص لا تسقط عن المسلم في حال من الأحوال ما دام عقله ثابتا ولكنه يصلي على حسب استطاعته، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والصلاة بالخصوص قول صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.